لازلنا بصدد الدراسة الوحدة الثانية تحت عنوان المواطنة والسلوك المدني، ومن الطبيعي أن نقدم في كل وحدة مشروع، ومشروعنا لهذه الوحدة هو العناية بذوي الاحتياجات الخاصة. أولا وقبل كل شيء سنعرف بذوي الاحتياجات الخاصة. هو مصطلح واسع يبدأ من الأشخاص الذين يعانون من خلل بسيط في النمو أو الحس أو الإدراك، إلى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات واضحة جسدية أو نفسية أو عقلية من جميع الأعمار والأجناس، والتي تنتشر بعدة أنواع ومسميات ما بين البسيط منها كبطء التعلم إلى الحاد كالتخلف العقلي، وما بين حساسية العظام إلى هشاشتها. وبالتالي تظهر أهمية معرفة نوع وحدة الإعاقة التي يعاني المعاق منها، تحديد نوعية العلاج المناسب والطرق المتبعة في ذلك. ويبقى الإشكال المطروح هو كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ إن الشعور بالارتباك خلال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بأي نوع من أنواع الإعاقة سواء عقلية أو حسية، حيث إنه يجب التعامل معهم بطريقة مثلى كما يتم التعامل مع الأشخاص الطبيعيين. وسننطلق من خلال هذه السطور للحديث عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي التكلم مع ذوي الاحتياجات الخاصة باحترام شديد. ثانيا الصبر أثناء التكلم معهم. ثالثا التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة ملائمة لكل شخص حسب الإعاقة التي يعاني منها. رابعا مساعدتهم وعدم السخرية منهم. تجنب التحديق أو إظهار أي رد فعل عند رؤية أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتجنب إحراجهم. سؤال ذوي الاحتياجات الخاصة في حال حاجتهم إلى المساعدة، وأخذ زمام المبادرة دون علمهم لئلا يشعروا بالشفقة. في حال كان الشخص من ذوي الإعاقات البصرية، فمن الأفضل لمس يده ليعرف أن هنالك من يريد التحدث معه. يجب أن تكون دائما حريصا في اختيارك للكلمات التي تقولها، واخضع لغتك إلى رقابة قوية في كل وقت. تجنب الأسماء معتوه، معاق، عاجز، مقعد، مجنون. تجنب أي عملية تعريف للفرد من خلال إعاقته، واهتم باستخدام اسمه أو وظيفته بدلا من ذلك إذا كنت تحاول تقديم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فأنت لست بحاجة إلى تقديم وتعريف إصابته كذلك. رغم إصابتهم بعجز أو إعاقة جسدية، لم يمنعهم ذلك من تحويل حياتهم من عادية إلى قصة نجاح ناتجة عن إرادة صلبة وإصرار على تحقيق الأحلام والوصول إلى الأهداف. لمعت أسماء بعضهم وتحولوا إلى مؤثرين يحتذى بهم، ويحكى عن نجاحهم على مر السنين في الكثير من المجالات. وإليكم بعض المشاهير الذين تحدوا الإعاقة. طه حسين ضرير، لكنه تغلب على العتمة وحصل على لقب عميد الأدب العربي، وهو صاحب البصمة الكبرى في الثقافة العربية. احتل قمة الأدب العربي رغم ما تعرض له من انتقادات بسبب آرائه وكتاباته. كان أدبه مدرسة حديثة وركنا أساسيا من حقبة كاملة هي حقبة تنوير في الفكر العربي. نيكولاس فوجسيك. يعد نيكولاس فوجسيك واحدا من أشهر رجال الأعمال في أستراليا والعالم، وقد استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا على الرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لا يملك أي أطراف في جسده. وعلى الرغم من ذلك حصل نيكولاس على 3 شهادات في مجاليه الاقتصاد وإدارة الأعمال. أصيبت هيلين كيلر عندما كان عمرها شهرا بمرض الحمى القرمزية الذي أفقدها حاستي السمع والبصر. كانت هيلين كيلر في أوائل القرن العشرين واحدة من أشهر النساء في العالم، فقد فاز فيلم عن حياتها بجائزتي أوسكار. ستيفن ويليام
ويليام هوكين، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني، له عدة ميداليات وشهادات وجوائز. أصيب ستيفن هوكينغ وهو في 21 من عمره بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض مميت لا علاج له، وقد أعلن الأطباء أنه لن يعيش أكثر من سنتين، ومع ذلك جاهد ستيفن هوكينغ المرض حتى تجاوز 75. تزوج ستيفن هوكينغ بجين ويلدي التي ساعدته كثيرا وأنجب 3 أطفال، وبعدها ساءت حالته كثيرا وأصبح عاجزا عن الحركة. لقد تحدى ستيفن هوكينغ الإعاقة واستطاع أن يحقق إنجازات عظيمة، فعندما يتحدث هوكينغ عن الإعاقة يقول: ركز على الأشياء التي لم تمنعك الإعاقة من فعلها، ولا تحزن على الأشياء التي منعتك منها. ولد لويس براي في فرنسا، وكان من الشخصيات التي أثبتت وجودها في المجتمع، وكان له دور بارز في حياة الجميع بالرغم من كل المعاناة التي تعرض لها. المخترع الفرنسي برايل التي ابتدأت بفقدان بصره منذ صغره لم يعجز عن إثبات تفوقه العلمي وحبه البالغ للموسيقى واختراعه طريقة برايل العالمية التي ساعدت الملايين من الأشخاص عبر العالم الذين كانوا يعانون من مشكلة فقدان البصر على القراءة. إكرام باكر، كنت دائما وما أزال أسمح كريمة مسكينة تردد على مسامعي لأنني ولدت بإعاقة، لكنها كريمة تحطمني بقدر كانت لي حافزة للتقدم والنجاح وإثبات الذات. عقدة عبير شبت إكرام باكر بالغة من العمر 21 عاما عن تجاوزها لإعاقتها، هي التي استطاعت أن تلهم الكثيرين من مفروضاتها بأن تزرع داخلهم الأمل والرغبة في النجاح. تقول إكرام في حديثها للأصوات المغاربية: بالصبر والثقة في النفس استطعت مواجهة الجميع، فأنا مثل جميع الناس أعيش حياة عادية، أقوم بأموري اليومية بنفسي بدون تسمع أي أحد، أمارس هوايتي كالرسم والغوص بشكل طبيعي جدا. استطاعت إكرام التي تتابع دراستها في كلية الحقوق أن تتحدى الحياة دون يدين وتجعل من قصة حياتها مصدر أمل للكثيرين. تدعو إكرام لمفروضاتها بالتشبث بالأمل والتخطيط إلى المستقبل والعمل على ترك بصمة في هذه الحياة. تقول: لا يجب أن نمر هذه الحياة مرار كرام، بداخل كل واحد منا قوة خفية ينبغي إخراجها، فالإعاقة الحقيقية هي إعاقة الروح وليست إعاقة الجسد.